معاكم. طيب النهارده الاربعاء 22، اليوم اللي قبل يعني ليله رمضان. عاملين احتفالات بقى، الجاليه العربيه عامله احتفالات يعني صايمه بس يعني حاجه كويسه اطفال. المنطقه دي تعتبر يعني منطقه عربيه لو تلاحظوا من اسماء المحلات. فرحة رمضان في بروكلين نيويورك الأربعاء 22/3/2021. ماشي، دي الحفلة دي برعاية مين بقى؟ عشان الصغار، حتى للولاد الصغار. برعاية مين؟ يعني مين المنظمة؟ I think graduation. اه في تخرج. ما شاء الله، بس خلي الناس يروحوا على السايد وات. ما شاء الله، ناس كتير اهو على السيارات. ايوه انا عايز اطلع رصيف برضه بس انا مش عارف. استنى طيب يا ريت كله يعمل سبسكرايب للصفحه بتاعتنا على اليوتيوب فارس مناعتن عشان يوصل لكم كل جديد وغريب وظريف ولطيف في العالم.